تعال نروح على الموظف الأمين، وما أكثر الأمناء في هذا الوطن بصراحة. الراجل الطيب المحترم ده بيضرب مثل عظيم في وقت صعب، وده مهم. الراجل ده يا جماعة الحدوتة بتاعته بتقول إيه؟ الراجل بيشتغل موظف وبعدين يقع بين إيديه كده 2,600,000 جنيه مصري، ويقعوا بين ايديه ازاي يا يوسف؟ دخلوا الحساب ده لا لقاهم في تاكسي ولا في اتوبيس ولا في موقف ولا في جنينه ولا في نادي ولا في غيط ولا في بيت. دخلوا الحساب يا معلم، فلوسي ملكي حاجتي مالي. ما عملش كده، قال لك دي لا فلوسي ولا حاجتي ولا ملكي ولا مالي، دول دخلوا غلط. راجل في زمن الغلا والأزمات والدنيا يقول لك لأ، أنا أروح للبنك. أستاذ صبري المحترم ده صاحب هذه الابتسامة الساحرة على النيل في أسوان، الله العظيم راجل يفرح يفرح. ازيك يا أستاذ صبري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دي النور يا دي النور. الله يخليك الله يخليك، ربنا يخليك ما شاء الله. انت من النوبه يا عم صبري ولا ايه؟ من النوبه، من قريه الامبركات مركز نصر النوبه. معقوله يعني تجتمع فيك كل المحاسن؟ الله يخليك يا باشا، ده من ذوق حضرتك والله. مصري نوبي وراجل امين وراجل ابتسامتك منوره في الصوره اللي كنا مطلعينها. انا كل الناس دلوقتي عارفه انا طبعا احب النوبه قد ايه، وزرتكم كده من قيمه سنه وشويه، يعني كان ليا حظ وشرف جميل. الشرف لينا كان. لا ما تقولش كده بقى. الشرف لينا والله. بقى اخويا صبري، يعني يجي لك 2,600,000 جنيه في عز الازمات والغلا وتقول لا ارجعهم؟ والله سيادتك لو 100 مليون او لا. يا اخي الله يكرمك، لو 100 مليون جايه بطريقه حرام هقول لا طبعا. طبعا طبعا. بص طبعا، هو اولا كل لسه حتى زمايلي بيقولوا بص النوبيين معروفين بالامانه الصارمه الصارمه. ربنا يخليك. مش امانه عاديه يعني، والله بكلمك بامانه. عايزك بقى تحكي لنا. ها قول لي. ده اللي احنا اتربينا عليه بصراحه. طبعا. كويس، وده اللي احنا يعني مجتمعنا كله، المجتمع النوبي كله ده اللي احنا اتربينا عليه وما شفناش حاجه غير كده يعني. اصله اصله. احكي لي بقى. الله يخليك. ايه اللي حصل؟ الحكايه بدات ازاي؟ المشكله لا انا رحت سيادتك البنك عشان اعمل توريد باسمي. مبلغ صغير يعني، صغير خالص. فوردت الفلوس، فوانا طالع من البنك شفت الرساله جت لي على التليفون ولقيتها 2,650,000 جنيه. وبعد كده رحت اتاكد من الايصال. رحت بصيت في الايصال برضه مكتوب 2,650,000 جنيه. ايه ده؟ يعني الايصال اللي طلع لك من البنك ومختوم في جيبك؟ الايصال مختوم بختم البنك وكل حاجه. أوه. والموضوع انتهى يعني، الموضوع ده يعني الفلوس دخلت حسابي فخلاص كده. طب هل تسمح لي اعرف التوريد اصلا كان بكام؟ ولا مش عايز تقول لي؟ التوريد كان 26,500. 26,500 ولا 26؟ فراحوا محطوطين زودوا صفر. يعتبر لا زود صفرين. يا نهار ابيض. وبعدين عملت ايه؟ بس انا ما فكرت فيها يعني. انا لما لقيت الرقم قلت اشوف التفقيطه. فلقيت التفقيطه مكتوب 2 مليون ما كملتش. اول ما لقيت ال 2 مليون على طول رحت راجع للموظف. الله، ما عملتش ليه زي علي بابا كده؟ ذهب ياقوت مرجان. والله ما احمدك يا رب. ما فكرت دقيقه والله. انا كنت شايل هم الموظف، خلي بالك. ايوه يعني انا هم كله ان الموظف ده يتيجي. انت شايل هم الموظف؟ والله. ايوه انا عارف. انا يعني شايل هم الموظف وشايف بيته وشايف عياله. طبعا. انا عشان كده يعني هم ما اكتشفوش الخطا، لا انا اللي رحت وقلت لهم ان في خطا. هو كان لسه على ما يظبط الحساب بتاعه بتاع اخر اليوم بعد ما الفرع يقفل ويظبط بقى الشباك بالظبط، ساعتها يكتشف وساعتها ممكن مشكلة. برضو ارفض ان انا ارجع. انت في اي لحظه كنت ممكن ترفض؟ من اللحظه الاولى للحظه الاخيره. كل سنه وانتم طيبين. بالظبط بالظبط. رجعت بقى على طول على الفرع. يعني سيادتك لما تلاقي الفرق بين التوريد والغاء التوريد مش مكمله ربع ساعه. يا سلام.
ما فكرتش خالص يعني. ده انت يا دوب خرجت من باب الفرع من هنا رحت لافف ورجع تاني. يعني من الباب ورجعت على طول. اول ما شفت ال 2 مليون حتى ما كملتش القرايه بتاعت التفقيد. دخلت لهم بقى. انا كنت خايف على الموظف وهم كله على الموظف بس. دخلت قلت لهم ايه بقى؟ قلت لهم يا عم انتوا موردين لغلط وانتوا موردين ل 2 مليون 650 الف. فالموظف بصراحه يعني ما اتكلمش. يعني كده ايه؟ حط ايده على قلبه. ذهول. قلبي. ذهول يعني حتى مش قادر يعمل لي الاجراءات بتاعت ان انا ارجع الفلوس يعني. طبعا. مخضوض خلاص. فالموظفين التانيين قاموا وخلصوا لي الاجراءات ومضيت لهم على الورق كله وخلصت الامور كلها يعني. طب مثلا حد غيرك يجي يقول ايه؟ بصوا بقى انا ليا 10% من المبلغ ده. والله ولا انا اتكلمت في 10% ولا اتكلمت في جنيه. انا مش ممكن اخد من موظف غلبان شغال اخد منه جنيه. انا الكلام ده اتقال لي بعد ما انا رجعت. في ناس اتصلت بيا وقالوا لي 10% ومش عارف ايه وانت يعني. فلا انا ما الحمد لله مش عايز جنيه اصلا. يعني هاخد ايه من الموظف الغلبان ده يعني؟ محترم. حتى الموضوع لما اتنشر في الفيسبوك. ايوه. انا برضو كنت خايف ان الموظف ده ياخد جزء بسبب. يا نهار ابيض. مع انه القصه ما كملتش ربع ساعه شويه والفيسبوك بدا ساعة. يكتب يعني انت ما فيش ربع ساعه والله يعني انا ما كملتش خالص. انت قلت بقى ما فكرتش دقيقه ان انا ارجع الفلوس دي. انت قلت الحدوته طلعت على الفيسبوك كده ممكن اداره البنك يعاقبوه. الله ينور عليك. ما ده اللي انا خفت منه ان هم يعاقبوا الموظف ولحد دلوقتي خايف. فانا بناشد يعني ان ما فيش حد يكلم الموظف ده بس. نرجوكم سيبوا الموظف في حاله خلاص عدت على خير بسبب الاستاذ صبري. الله. والراجل ده انا بشوفه في البنك من 20 سنه بتعامل معاه كمان. يعني راجل امين وراجل يعني مش تعيين جديد يعني. راجل محترم. راجل قديم في البنك. راجل محترم جدا. هو تك صفرين بالغلط يعني كده على الجهاز بتاع الكمبيوتر. ما اعرفش ايه اللي حصل بصراحه يعني. انا فوجئت لما قريت الايصال والرساله بصراحه. لا حصل خير. طب طمني بقى على الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماك الموسم عامل ايه؟ لا الحمد لله الموسم كويس جدا. حلو. وعاملين انتاج يعني البحيرة السنة دي عاملة اكتر من 28 الف طن. اللهم صل على النبي. بعد التطوير اللي حصل في البحيرة. كويس. بجهود طبعا سيادة الرئيس مولي اهتمام جامد لبحيرة السد العالي. الله. واول مرة من سنين اترمت ذريعة كبيرة فوق ال 10 مليون ذريعة. الله أكبر. واهتمام كبير من الدولة تجاه بحيرة ناصر. كان فاحنا إن شاء الله في خلال 3-4 احنا كنا وصلنا ل 12,000 طن سمك، دلوقتي 28,000. ما شاء الله. كل سنة في زيادة. ما شاء الله. لحد ما نرجع اللي هو أكبر إنتاج في البحيرة كان 34,000 طن. فإن شاء الله في خلال سنتين أو ثلاثة هنوصل للإنتاج بتاعنا. البحيرة هترجع لمكانتها الطبيعية. انت كم سنة يا استاذ صبري؟ انا 49 سنة. عدينا يعني. فاكر بقى والله فاكر البلطي بتاع البحيرة بتاع زمان؟ عجبتك؟ ما احنا قد بعض يعني 74 و75 احنا. بالظبط. بالظبط مظبوط 74. عيب عليك اخوك من نفس الجيل. فاكر البلطي الاسواني بتاع البحيره بتاع زمان؟ تلاقي البلطيه عملاقه كده. طبعا لسه موجود ده بقى ما شاء الله عليها يعني. كانت كبيره وبتوزن تطلع كم كيلو السمكه الواحده. صحيح. لسه موجود منه ده ان شاء الله. ايه لسه موجود منه البلطي الكبير؟ موجود بس برضه مش بكثره. بس دلوقتي ان شاء الله مع التطورات اللي حصلت بصراحه والمفرخات اللي اترفعت انتاجيتها حلوه دي. يعني احنا كان عندي مفرخ توشكا ما كانش شغال سنين. سنين لحد ما الرئيس السيسي ادى تعليمات ان المفرخ ده يشتغل بكامل طاقته. الله يكرمه. والله يعني دلوقتي ما شاء الله يعني اكثر من 80 حوض جاهزين. 80 حوض. 80 بعد حوض. ما قعد سنين مركون. ده غير الجمعيات الثانيه. يا رب الخير على قدوم الوردية. والله ما شاء الله يعني الزريعة اللي بتترمي والاهتمام من الدولة ما نقدرش يعني ننكرها خالص يعني. وجهود اللي هو الحسيني فرحات اللي هو مدير التنفيذي والدكتور صلاح مصلحي رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية. كل الناس مش مؤثرة معنا والله. أحسن ناس. مهتمين بالصيادين. حتى سيادتك كان في قفل البحيرة شهرين. وصرفوا تعويضات للصيادين عشان في الشهرين دول هيصرفوا من فين؟ ما فيش.
فالرئيس كان امر بصرف تعويض كل شهر 1500 لكل صاحب رخصه، كل صاحب بطاقه سير. 1500 مع ان البحيره مقفوله. بالظبط 1500 جنيه لكل صياد خلال فتره وقف الصيد، وصرفوا لنا برضه يعني الحمد لله يعني. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله يعني كل صيادي بحيره السد العالي بيتقدموا بجزيل الشكر للسيد الرئيس. باذن الله والشكر ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكرك جدا يا استاذ صبري، نورتني وشرفتني وشرفت مصر كلها، وصوره اكتر من رائعه وعلى وشك الحلو ده البشاره الحلوه بتاعه الموسم بتاع الصيد.